فيديو تاني كمان محترم وحلو جدا، كل لحظة فيه مليانة حب ووفاء ومشاعر بجد إيجابية جميلة جدا ما بين الصحاب. الفيديو اللي جاي بتاع بنت اسمها سارة عز. سارة عز الحقيقة هي بنت جميلة ودودة جدا جدا جدا، زي ما بيقولوا كده ايه، صاحبة صاحبتها. صحابها الحقيقة ردوا ليها الجميل ده بس بطريقة جديدة جدا. انا بدعي كل صحابي اعملوا لي والنبي اللي عملتوه لسارة ده بجد. حاضر حاضر حاضر. انا اهو بقول على الهوا اهو، عملوا لها ايه بقى؟ ركزي، حجزوا لها ركزي في الهدية. ايوه بالظبط، ركزي في الهديه. حجزوا لها تسافر عمره مع باباها وفاجئوها باحلى عيد ميلاد هناك. بجد ده احلى عيد ميلاد بجد 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 الواحد يعني يستناه. تعالوا نشوف الفيديو وعملوا لها ايه ونرجع لكم تاني.